السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to the Quran Memorization سورة 16 سورة الممتحنة آية 12 13 And this is last part part 5 Memorization يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن "ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم" يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم Inshallah, if you're practicing this on channel, make sure you right -click in the middle of the video and put loop. As-salamu alaikum Also subscribe it.